من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. لن تركع أربيل، رئة العراق إلا للاعتدال والاستقلال. بهذه الكلمات أدان السيد الصدر الاعتداء على أربيل. أما بارزاني فقال أربيل ستصمد أمام هولاك جدد، واعتبر الهجوم جريمة ضد الإنسانية. توالت الاستنكارات دولة بعد الأخرى، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، مصر، وحتى البرلمان العربي والأمم المتحدة وغيرها. وفي تطور غير مسبوق، هجوم على أربيل بصواريخ من خارج العراق. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن هجوماً ب12 صاروخاً باليستياً استهدف فجر الأحد أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها. وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن صواريخ انطلقت من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديداً من جهة الشرق أي من إيران. وأوضح البيان أن صواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية. لنتابع أهم المواقف الغاضبة التي صدرت ومن هي الجهة التي نفذت الهجوم. خلينا نأخذ أول موقف من الشيخ خميس الخنجر. يقول نرفض الاعتداء الجبان الذي استهدف أربيل وروع أهلها الآمنين، ونقف مع حكومة كردستان وفي كل خطوة لردع أي اعتداء على مدننا وأهلنا، وأدعو كافة القوى العراقية إلى موقف موحد ضد هذا الاعتداء حفاظا على سيادة ووحدة العراق، بردا وسلاما على أربيل الخير وأهلها الكرام. تحالف السيادة. هذا كان موقف خميس الخنجر. إلى محمد الحلبوسي الذي قال إن الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه، وهو عمل مدان يتطلب موقفا وطنيا موحدا وحازما لردعه ومواجهته. كان هذا موقف محمد الحلبوسي. أما برهم صالح فقد قال استهداف أربيل جريمة إرهابية مدانة، وتوقيته المريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة. يجب الوقوف بحزم ضد محاولات سج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قوتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون. هذا ما قاله برهم صالح. أما السيد مقتدى الصدر فقال باسمه تعالى أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع، وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزءه الذي لا يتجزأ، ولن تركع أربيل إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة. لك يا أربيل ويا أيها الكرد مني سلاما ومحبة وصبرا حتى تحقيق حكومة أغلبية وطنية. إذا ننتظر بعد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية لنرى مواقف التيار الصدري والجميع من هذه الاعتداءات. إلى السيد مصطفى الكاظمي الذي قال الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا. تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم، وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا. محمود عباس زادة قال طبعا هو إيراني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يقول لا علاقة لإيران بقصف أربيل بالصواريخ فجر يوم الأحد. الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولا سيما في سوريا، والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الإجرامي. لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل
سيكون جدياً وصعباً للغاية، كما لن يكون خفياً ويجعلهم نادمين. المعطيات التي اطلعنا عليها حتى اللحظة لا تمكننا من تأكيد أي دور لإيران في الضربات الصاروخية الأخيرة. طيب، ثروة عبد الواحد قالت في هذا الشأن: الصمت الحكومي أزاء كل الاعتداءات وإطراق الصواريخ وخرق سيادة البلد أمر غير مفهوم. تتكرر الهجمات على أربيل وأهلها الآمنين دون تحرك من قبل الحكومة الاتحادية، وهي تعلم جيدا مصادر إطلاق الصواريخ. إذن من غير معقول، كل الأجهزة المخابراتية والاستخباراتية لا تعلم ماذا يجري. فيما كان للمتحدث باسم الحشد الحرس الثوري الذي تبنى الهجوم وقال: بعد جرائم الأخيرة للنظام الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام الشائن لن تمر دون رد، استهدف المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة ليلة الماضية بصواريخ قوية ونقطة تابعة للحرس الثوري الإسلامي. مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من أن تكرار أي شر سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة، كما نؤكد لأمة إيران العظيمة أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، ولن يسمح لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه. طيب، خلينا ناخذ المتحدث باسم الحشد الشعبي لمحور الشمال، حيث قال: علي الحسيني يقول قصف أربيل بالصواريخ هو رد فعل طبيعي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت شهداء 2 في سوريا، مبينا أن الكيان الصهيوني اعتدى على قادة كبار من الحرس الثوري في دولة هم موجودون فيها بشكل رسمي في سوريا، وبطلب من الحكومة السورية. إذن السيد علي الحسيني يبرر قصف إيران للعراق بأمر طبيعي وهو رد فعل يعني يسميه. خلينا ناخذ التغريدة الأخيرة للسيد مقتدى الصدر، ما راح أعرف أقرأها هيك وش صاير. طيب، إذن يقول باسمه تعالى: لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية، ولذا كما ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة. ما يهم بهذه التغريدة وما يدعي بأن هنالك مواقع إسرائيلية فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن، فلا يجب أن تستعمل حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه. إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب النائب محمى خليل. أهلا وسهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بكم. طيب، بداية خلينا نتحدث عما جرى في أربيل فجر الأحد قبل ساعات من الآن. هناك استهداف لبعض المناطق ومن جهة الشرق، من خارج العراق من جهة الشرق، ما الذي حدث بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي قناة الرابعة ونحيي مشاهديكم الكرام ونحيي ضيوفكم الأعزاء. أهلا وسهلا. ويا نار كوني بردا وسلاما. آمين. على الشعب العراقي وعلى أرض العراق. وبهذه المناسبة الأليمة ندين ونستنكر أي هجوم إرهابي جبان على أي بقعة من بقاع الأراضي العراقية. الأربيل قبلة العراقيين في الأمن والسلام والوئام والتآخي، واليوم استهداف الأربيل استهداف سيادة العراق وأمن القوم بالسمين. ولذلك هنالك تنديد من كل الكتل السياسية ومن مختلفة النواب، ويجب على مجلس النواب العراقي كسلطة العليا أن تقوم بواجبات الملتقى على عاتقها بانعقاد جلسة طارئة بابتعاد العراق عن محاور، وتكون دور العراق دور حيادي
ولا نسمح للكل من يصطاد في مياه العكرة جر العراق والأقليم كردستان ومحافظات العراقية إلى صراع السياسات المحاور الذي نشهدها في الدول الأقليمية وفي العالم. طيب. هذه اليوم العراق اليوم العراق هو قبلة السلام للجميع، هو ملتقى للكل، لا نسمح أن تكون هنالك فتنة واستهداف، وهذه الاستهداف الأربعي هو تفرقة العراق وتعيق ومعرقلة تشكيل الحكومة العراقية. طيب، من يؤيد القصف يشكك بوجود إسرائيليين يتواجدون في أربيل وبالتالي تم قصفهم بهذه الصواريخ، هل فعلا هناك أفراد إسرائيليين موجودين في أربيل؟ هذا من المعيب، هذا الضحك على العدقون. نحن مالنا ومال إسرائيل، نحن جزء من العراق، وهنالك شفافية في أقليم كردستان، وكل القنوات الصحفية والقنوات المعارضة والموالاة تجول في أربيل. إذا كان الغاية باستهداف، أليس هنالك إسرائيل موجود في إمارات، سفارة الإسرائيلية موجود في عمان، السوريا إذا كان هناك محور المقاومة فالإسرائيل أقرب لهم، بدل ما تكون هنالك أربيل، بدل ما تكون هنالك أرسال صواريخ، مفروض كان هنالك أرسال رسل السلام والتحاور والدعم العملية السياسية العراقية. لا سامح الله، إذا أصابت العراق ستنقل هذه الآفة وهذه الإصابة إلى كل الدول المنطقة. ولكن يرتكزون إلى وجود إسرائيليين بأنكم قبل كم شهر عملتم بمؤتمر للتطبيع مع إسرائيل. لا توجد، هذا غير ممكن وصحيح وكلام عاري عن الصحة. يوجد الأخ ممثل المنظمة الأخ المنظمة التحرير الفلسطينية أستاذ نظمي موجود في أربيل، وعلاقاتنا مع المنظمة التحرير الفلسطينية، ونحن جزء من العراق الاتحادي. متى ما تكون هنالك سياسة الخارجية العراقية سمحت بعلاقات مع أي دولة أو اقتقاء، نحن جزء من هذا. بالعكس، الأقليم كردستان أحرص من الآخرون في حقوق الشعب العراقي وبابتعاد العراق من تعاملها مع إسرائيل وعدم سماح للإسرائيليين التواجد في هذه المنطقة. طيب، هل أربيل من الضعف بحيث تكون ساحة لتصفية الخلافات بين دولتين، بين إيران وإسرائيل داخل حدود إقليم كردستان؟ بالعكس، العراق لا، لحد الآن ندعو الحكومة الاتحادية والجهات المعنية وزارة الخارجية التأكيد من هذه، من هي الجهة التي استهدفت. يعني احنا لليوم ما متأكدين انه هي ايران؟ الجهات الرسمية يجب ان ثم من هي الجهة التي استهدفت اربيل اليوم؟ نحن يجب ان نتأكد من جهات رسمية عراقية رصينة تدين وتقول ما هذه الجهة التي استهدفت. ثم اليوم الاربيل ليس ضعيفة حتى تكون سحر، بل الأربيل قوية، وبل أربيل هي قبلة الديمقراطية ومحطة التلاقي كل العراقيين، ولذلك لتفريق العراقيين وعدم سماح للعراقيين أن يمارسوا بحرية تشكيل حكومتهم وممارستهم الديمقراطية. نحن نقول أصحاب الشر الذين يريدون الشر للعراق، هذه الاستهدافات لن يثنينا عن حقوقنا الدستورية القانونية الديمقراطية، وهنالك تنديد واسع من الإطار والتيار والكتل السياسية والرئيس البرلمان. واليوم اصطفت كل العراقيين والعالم الحر الشريف مع أربيل. أربيل قوية بسياستها الحيادية، بسياستها الشفافة، بحبها للسلام، بحبها. ما هي الخطوات القادمة؟ يعني فيما لو تم تأكيد أن القصف أتى من إيران، ما هي الخطوات القادمة التي يجب أن تقوم بها حكومة أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد؟
اليوم نحن إقليم اتحادي، سياسة الاتحادية هي الحكومة الاتحادية وفق المادة 109 بموجب الدستور، المادة 109: سماء العراق، أرض العراق، مياه العراق، نظام اتحادي، واجب الحكومة الاتحادية تأكد من هي الجهة ومن تقف وراء. ثم لدينا اتفاقية استراتيجية مع دول التحالف، يعني عندما مو هي يعني هي الجهة، أني هذا سؤالي، هو القصف صار من خارج العراق حسب بعض التصريحات من جهات رسمية من خارج العراق ومن جهة الشرق، حتى كردستان يقول ذلك، من جهة الشرق من خارج العراق إيران ماكو غيرها. طيب احنا اليوم ليش ما نعترف انه القصف اجى من إيران؟ هذا اعتداء، اعتداء عسكري ويجب الرد بالمثل. بالتأكيد المادة 8 من الدستور تعامل بالمثل، الحكومة العراقية يجب تعامل بالمثل، ولكن لا نسبق الأحداث. هنالك جهات غير لم يعلن نفسها مسؤولية، يعني عندما يعلن الجهات مسؤولية هناك اتفاقيات بين العراق والتحالف الدولي مع عضو، العراق عضو دائم في الأمم المتحدة، العراق عضو في جامعة الدول العربية، العراق عضو في مجلس في دول عدم انحياز، في الدول الإسلامية. يجب هذه المؤسسات الدولية، اليوم قد تكون الظروف العراق لا يستعمل كما يستعمل الآخرون بلغة الشر ولغة التهديد. يعني شو اللي عاد يقصفونا ونسكت؟ شو لا نسوي يعني؟ لا بعد شو نسوي؟ لا 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 لا، هنالك خطوات رد فعل عراقي يجب أن تكون أكثر من القصف. لا القصف ما، ولكن هنالك قد تكون نلجأ إلى المحافل الدولية، الإدانة، يعني ممكن بالخطوة القادمة راح نشوف المنافذ الحدودية بين أربيل أو بين كردستان عموما وبين إيران راح تقفل؟ ما راح يكون أكو تبادل تجاري؟ لحد الآن لا توجد إدانة واضحة من أي جهة، ولم يعترف أي جهة، ولا هذا سياستنا ضبط النفس والتحقيق والتحري والتواصل مع المجتمع العراقي والحكومة العراقية على الخط. هنالك رئيس الوزراء، وزارة الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلي، يا الرئيس البرلمان، اليوم اتصالات مع حكومة الأقليم كردستان، وهنالك أيضا الجهات الدولية اللي هي لا زالت بموجب اتفاقية استراتيجية الدول التحالف والولايات المتحدة ملزمة إلزالا بحماية حقوق العراقيين والدفاع عن العراق. سنتباحث مع هذه الجهات من هي الجهة المقصرة، من هي التي حاولت خلق الرعب في هذه المدينة العزيزة الآمنة. نحن لا نسبق الأحداث ولا نلفق التهم، عندما تبين الحقيقة سنخطو خطوات دستورية وقانونية. طيب وبأخذ الحق بالضبط سيد محمى، الأماكن التي استهدفت في أربيل ما هي الأماكن اليوم التي دمرت، وكم عدد الإصابات في إقليم كردستان؟ عزيزتي العراقيون اليوم العالم قرية صغيرة حكم التواصل والسوشيال ميديا والتواصل، ولكن غير المعلومة من نسمعها نعم من نعم المسؤول نعم أكيد نعم تختلف. بالتأكيد أنا قادم إليك. بالتأكيد المراكز التي استهدفت مراكز آهلة بالسكان، المدنيين، انجرح سائق تاكسي، هنالك بيوت مواطنين أمناء مدنيين عزل كان يمارسون حياتهم اعتيادية فاجئوا بهذا القصف. لا توجد أي مؤسسة منشأة عسكرية، لا توجد أي مؤسسة دولية قد تجاوزت إرسال هذه الصواريخ. مناطق التي هذا قناة تلفزيوني، قناة 24، بساتين المواطنين، دور المواطنين، مقر سفارة أمريكية أيضا قصف. لا توجد سفارة أمريكية في هذا، قيد كان هنالك قيد الإنشاء عزيزتي. إذا كان الحجتهم السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية موجود في بحرين، السفارة الأمريكية موجود في قطر، موجود في السعودية، موجود في الكويت،
والعداوات بينه وبين هذه الدول أكثر، وشاهد موجود في تركيا، موجود في سوريا، اللي في أردن، ما هكذا تداول. لكن اليوم لأنه يخافون من هؤلاء الدول، هاي هذول الدول ما راح يسكتون على الاعتداء، بينما العراق يعني العراق دائما يسكت. لا العراق ما يسكت لهالمرة، ما العراق ما يسكت. زين خليني أسألك وبصراحة أجبني عن هذا السؤال، ليش اليوم نشوف من كل الكتل السياسية هذا الاستنكار ورد الفعل؟ وهذا الصحيح أن يكون في كل الاعتداءات من جميع الدول، ليش تركيا من نشوفها تعتدي على أقليم كردستان بالضرب وسقوط مدنيين؟ عادة هذا الموضوع يكون باستمرار، يعني ما نشوف هذا الرد الحكومي. ندين ونستنكر كل القصف التركي في سنجار وفي أقليم كردستان وفي مخمور وفي أي بقعة من بقع العراق. واليوم أنا أكدت لك أن أربيل قوية ومن منطلق القوة والاقتدار والعقلانية والحكم السياسية نتدارس مع الشركة. هذا استحوة العراقيين وغيرة العراقيين إن شاء الله. عندما يتم التعدي عليه بدون حق استحوة العراقيين وذميرا. نحن أحفاد عمق تاريخ قديم، واليوم هنالك استحوة للعراقيين، وهنالك البرنامج الحكومة القادمة، حكومة سيادة قوية، وحدة وطنية، استحوة ودفاع عن كل. لا نقبل لتركيا ولا نقبل للسعودية ولا نقبل لدار، كل مدانة كلها نستنكرها وندين. والدم العراقي أقدس ثمن، أقدس شيء عند الكتل السياسية. يجب أن يكون دائما الدم العراقي أقدس من أي شيء. نعم. أقدس من كل المناصب وكل الحكومات بالتأكيد. ولهذا السيد مقتدى الصدر عندما أدانت واستنكرت، ثم الإطار التنسيقي، من منطلق القوة والاقتدار والشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، أكيد. ثم أدانت السيادة، ثم المستقلون، ثم الاتحاد الوطني، وثم الديمقراطي، وثم الأحزاب المستقلة. يعني أكيد الجميع يجب أن يدين ويستنكر ويأخذ فعل أيضا تجاه هذا الموضوع. طيب خلينا عندما يتعرض العراق إلى تهديد حقيقي وباطل وجبان، هذا هو صحوة العراقيين إن شاء الله. طيب سيد محمى، خلينا نأخذ اتصال من السيد محمود الربيعي، عضو المكتب السياسي للعصائب. أهلا وسهلا بك سيد محمود. حياكم الله سيدي. حياك الله. بداية، من تعتقد أنه المسؤول عن قصف الأراضي العراقية وأربيل بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجد تحية لكم ولمشاهديكم وضيوفكم. الحقيقة مسألة القصف التي حصلت سمعنا بها عبر وسائل الإعلام، وسمعنا بيانات الإدانة من مختلف الأطراف، والحقيقة يجب أن نكون دقيقين في توصيف هذه المسألة. هناك اعتداءات جرت من أرض إقليم كردستان مع الأسف الشديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حوادث متعددة، آخرها ما حدث في كرمانشاه، والبيان الإيراني الذي صدر عن الحرس الثوري كان واضحا. لا دقيقة، يعني هسه احنا عندنا اعتداء من سيد محمود لو سمحت، يعني هسه احنا عندنا اعتداء من أربيل إلى إيران؟ نعم، وهذا أمر مخالف للدستور. حدث قبل فترة اعتداء. شلون صار الاعتداء؟ تتبع الطائرات المسيرة التي انطلقت تبين أنها من كردستان، وبالتالي حدث رد. المفروض بالعراق وبالعراقيين وبإقليم كردستان بالذات أن يطبق الدستور العراقي وأن يمنع أي اعتداء، لكي نتجنب أي اعتداءات تحدث على العراق، وهي اعتداءات يعني مرفوضة من أي طرف كانت. لا نقبل بأي اعتداء على الأرض العراقية، ولا نقبل ولكننا لا نقبل أيضا بأن تتحول الأرض العراقية منطلقة للاعتداء على دول الجوار. الذي حصل يعني تصفية حساب تقصد بين أربيل وإيران؟ تصفية حساب، المسألة ليست تصفية حساب، هي صراع وحرب دائرة بضربات متعددة. وهذه ليست المرة الأولى بالمناسبة. الجميع يعرف أن ردود الأفعال الإيرانية على هذا السلوك موجودة منذ فترة طويلة. يعني عادي إيران دائما تقصف العراق بيتهم؟ المسألة ليست قصف العراق، المسألة هو أن العراق مع الأسف الشديد يفتقر للسيادة، أجواءه تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تقصف معسكرات الحج الشعبي، وقصفت معسكرات مقر الشرطة الاتحادية، وسبق أن قصفت مطار مدني
في كربلاء اعتداءات كثيرة حصلت منذ فترة طويلة على الحكومة العراقية، على حكومة إقليم كردستان أيضا أن تكون جادة في منع العراق أن يكون منطلق لكي نجنب بلدنا وشعبنا مثل هذه الأحداث. طيب شكرا لرأيك سيد محمود رباعي عضو المكتب السياسي للعصائب، شكرا جزيلا لك. طيب أرجع لك سيد محمى وأسألك، إذن يقول سيد محمود رباعي أن هناك اعتداءات من أربيل إلى إيران، وبالتالي هذا رد فعل من إيران إلى أربيل. الكلام مع الأستاذ محمود أنا أعتقد فيها مبالغة، لا توجد أي اعتداء. طائرات مسيرة أو وجه منطلقة من أربيل؟ لا 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 توجد. إحنا مالنا مثل ما أكد السيد محمود بأن الدستور العراقي في مادة ثامنة لا يسمح أن تكون أراضي العراق ممرا أو منطلقا لاعتداء على الدول المجاورة، نسمح الدول المجاورة تتعدى علينا. لا توجد طائرات مسيرة في أقليم كردستان. كان هنالك حتى قبل كم يوم هنالك طائرات مسيرة يقولون انطلقت من العراق إلى السعودية وإلى الكويت، حتى نعتقد هذا كلام صحيح. أعداء العراق كثيرون يحاولون خلط الأوراق لتكون جر العراق إلى هذا المحور ثم هذا. نحن في يجب أن نكون دقيقين بالتوصيف الكلام، ولا نقبل، لدينا علاقات مع الجمهورية الإسلامية ولا نسمح أن تكون أقليم كردستان، والقيادات في أقليم كردستان يثمن هذه العلاقات التاريخية مع الجمهورية ولا يتمنى أذى للجمهورية الإسلامية. ثم انطلقت أيضا انطلاقات من الأراضي العراقية. أكيد يعني هو بالأخير أربيل وإيران يعني علاقة أكثر من جيرة، علاقة أكثر من حدود، أكو علاقة اقتصادية حقيقية موجودة بين أربيل وإيران. نعم نعم. طيب ليش ما تحلون الموضوع مباشرة لعد؟ بالتأكيد لحد الآن لا توجد إدانة من قبل الحكومة. يعني هسه إحنا إذا سمعنا اتصال السيد محمود الربيعي فهو أكد مبطنا أنه إيران هي اللي قاصفة. والله هذا الشيء يخص أستاذ محمود، إذا هو عراقي ويعرف أن الدولة أجنبية قصفت العراق مفروض أن يدال، يعني هذا في إذا شئنا أما بينه، هذا أراضي عراقية، هذا جزء من العراق، الشعب الكردي جزء من الشعب العراقي، العلاقات خصوصا أستاذ محمود من المكون الشيعي، نحن والأخوة الشيعة وأهالي الغربية انظلمنا من نظام الدكتاتوري وكنا نقاتل والجمهورية الإسلامية كان يقدم لنا. أنا أعتقد لا الأخوة الشيعة ولا الأخوة السنة ولا الأكراد يقبلون أي أدية لجارة إيران، لأن جارة إيران أول ما وقفت معنا في حرب مع داعش، ثم الانطلاقات اللي تنطلق هاي الطائرات أو قصف أو إرهابيين حتى يعني قد تنطلق من إيران تعدي بدون علم الحكومة الإيرانية، يعني عناصر الإرهابية المخربين الذين يريدون الأذى، تحطيم العلاقات، عدم استقرار المنطقة، يحاولون بشتى الطرق. لحد الآن يجب أن يكون هناك ضبط النفس، يجب أن تكون هناك دقيقين في تصريحات، يجب أن تكون على مستويات العليا بين البلدين، هل هي فعلا إيران أو غير إيران أو من هي الجهة التي سبب. أنا لحد الآن لم نتهم أحد إلا تتم التدقيق من القنوات الحقيقية، هي الحكومة الاتحادية مع حكومة أقليم كردستان، وحكومة أقليم كردستان جزء لا يتجزء من الحكومة الاتحادية، وأرض الكردستان جزء لا يتجزء من أرض العراق، طبعا أرض العراق، وأربيل هي لكل العراقيين. وهنالك إذا نزلت إلى أربيل ستشاهدين كل الأطياف الشعب العراقي، كل المكونات، كل الأديان، تسامع القانون، هذه الواحد السلام نتمنى أن تكون هي من انطلاقا لبقية المدن العراقية، تكون أحسن من أربيل إن شاء الله في الأعمار والازدهار والسلام. أما هنالك قصف هذا غير مسموح به، مدان محرم دستوريا ولا نقبلها، والأخوان في العسائب أيضا سيدينون السيد قيس الخزعلي، يعني شيخ قيس الخزعلي وجزء من الإطار، والإطار أول من أدانوا هذا القصف. طيب النائب علي تركي جاهز؟ طيب إذا النائب علي تركي يعتذر عن الظهور،
شكرا جزيلا إلى. طيب أرجع لك السيد محمى وأسألك، كثير من القادة السياسيين وجهوا اللوم أو وجهوا الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني، ألا تشترك معهم بهذا؟ أنا كبرلماني وكإنسان قارئ الدستور وباكجراوند سياسي، أنا أؤمن بالمؤسسات الدولة العراقية الرسمية التي تصدر البيانات، لا نعول على تصريح من الخارج ولا، لكن عندما يصدر تصريح رسمي من جهة عراقية دستورية مؤسسة دستورية، عند ذلك نبنى عليها تصريحاتنا. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر النائب محمى خليل، شكرا جزيلا لك. طيب نأخذ اتصالات، يلا. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا، من وياي؟ أنا مواطنة زينب عن حقية. بدها أسمع زي. ممكن أسوي مناسبة؟ تفضلي، بس نصيلي صوت التلفزيون بلا زحمة. نصيلي صوت التلفزيون بلا زحمة عليك. ألو. أي تفضلي. والله أدي هذا الولد يتيم لا أب ولا أم، وزوج أمه ما أخذ جنسيته. شلون؟ زوجك ما أخذ جنسيته؟ ما دا أفتهم. زوج أمه يعني خالته. زين. يتيم. أدي. اي شوي هذا الصدد يرجع علي. كملي كملي احكي وياي. اي كملي القصه. اي والله اريد ان اسوي مناسبه بكر، يعني بحسن الجنسيه مالته. طيب الشرطه المجتمعيه. زين ارجعي لي للولد بالكنترول، خلي تليفونك، راح نخلي لك اتصال مع الشرطه المجتمعيه. اوكي. طيب ناخذ اتصال من سنجار، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، من وياي؟ وياي شركان. كان شركان، اهلا وسهلا. شلونك تسمونه؟ مية هلا. تسمونه والله ندين القصف على مدينة تربيل. اكيد. ونشوفه ايه هانا يعني عقب على اتصال الاستاذ مصطفى قبل شوية اتابع الحلقة. اي. يعني كلامه مو واقع خليه يسمعني، يعني انت تحكي شيء يعني مو معقول. 12 صاروخ على مدينة تربيل، يعني ما تقولون عالم ناس، يعني حتى الإعلام هنتو. أنت يمكن شفتي قناة 24، إهانة إهانة كاملة للمدينة. يعني بياحك 12 صاروخ، شلون يعني شغلة بسيطة هي؟ لا يعني يجي بكل يعني بكل سهولة، كل سهولة يجي بروح باردة يحكي. أنت ده تقصد على منو؟ ما أعرف شنو ده، تقصد على سيد محمود رباعي صح؟ العلم هي عقب على كلامه. خليني اسمعني، يعني انت تعرفين شكون انت شفتي. لا اكيد انا معك، انا معك اركان، يعني جميل وياك. نحن لسنا ببقعه جغرافيه تسمح لاي دوله بان تصب معاركها الخارجيه بينا. نعم شفونه يعني عالم ومدنيين ويعني للاعلام وللسلطات واربيل، اربيل التعايش، اربيل يعني اللي حضنت كل العراقيين، يعني يجي كل روح بارده، يعني وسطها تقول يا طائرات مسيره، هذا ما حكي، هذا ما تبرير. نعم. اهانه للعالم، اهانه للدوله العراقيه بذاتها. بالتاكيد. اهانه للاعلام كله، يعني يجي بروح بارده، يعني اقول لك استاذ مصطفى انت واعي ومثقف، يعني شلون اجيت الحكي هذا ما اعرف اني. اتبرر انت شنو؟ الدافع ما عاد افتهم اني. وما اعرف الاستاذ محمد باقي ايش بالحلقه ما باقي؟ لا ما باقي، عضو المكتب السياسي للعصائب. طيب انا اشكرك جزيل الشكر اركان من سنجار، شكرا جزيلا لك. محيي من صلاح الدين، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مية هلا. شلون سيد؟ اهلا وسهلا. بخصوص ما جرى ليله امس يعني عن حول هجوم اربيل على نعم من قبل ايران. فهاي سابقه خطيره عمو، هو ما هو على السياسيين ورئيس الوزراء والبرلمان وجميع السياسيين بالعراق، هاي وصمة عار في جبينهم. كل من اشتغل حاليا في هذا المجال ومتحمل مسؤولية عليه ان يراجع نفسه، لان هاي يعني سابق خطيرة. ايران سبق وان دخلنا وياها يعني قبل
قبل 20-25 سنه دخلنا وياها حرب. منين جت الحنيه حاليا على السياسيين وكلهم يحاولون يعني بس يبررون ان الدوله جاره؟ كل ما قالوا كل ما حكوا قالوا الدوله جاره ايران. فهذا عيب، عيب والله العظيم عيب. وعلى وزير الخارجيه من خلال برنامجكم ان يزيد مذكره احتجاج للامم المتحده ورئيس الوزراء ليش صامت مني يعني من البارحه اليوم؟ والله يا ريت خلينا نشوف منهم تحرك يعني، يا ريت بيهم الخير ويسووها ان شاء الله. يا عمو ما يصير والله العظيم يعني، خليه يتحرك. انا اريد اي احد من عندهم يتحرك حتى نوقف وياه ونقول له يا بعاشت ايدك. هم قاضيها على الفيسبوك والتويتر يستنكرون ويجينون. بارك الله فيك. هو اعضاء البرلمان انتم يعني يا رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه اللي قبل اسبوع وجناب اشتبرين وكل الفضائيات والعالم كله عرف لما صدر عفو خاص. انت صدر عفو خاص بتاجر المخدرات، انت ليش ما تعرف انه قضيه المخدرات قضيه دوليه ما مشموله بالعفو الخاص؟ لا كان ما يعرف يمكن سيد مصطفى الكاظمي. اكيد 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 كان ما يعرف. والله يا عمو والله العظيم احنا نتعلم يعني، خصوصا الجيل مالنا يعني احنا نتعلم من يشوف في ايش مازله يعني. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من الحزالات، والله يعني اسعي وارجل اقول هؤلاء سياسيين. حقك حقك. والله العظيم يعني لانه اربيل، اربيل عمو اربيل محافظه عراقيه. أكيد. مثل حالها حال طابل، حالها حال نينوى، حالها حال ذيقار. صحيح فعلا. انا فهذا شاطره خطيره ما يعني قصفك ويضربوها بصواريخ وتجاوز. تجاوز يعني يعتبر تجاوز هذا على حق العراق، وتجاوز على الجامعه العربيه وعلى دول خليج التعاون وعلى الامم وعلى كل القيم. القيم اللي يعرفوا سياسيين معنى القيم. فعلا اني جدا شكرت. ابدا اهلا وسهلا، ميت هلا بيك. اهلا وسهلا جدا سيد محيي من صلاح الدين، ويانا خليل من البصره. اهلا وسهلا خليل. مساء الخير. مساء النور. طبعا ضيفك الكريم ينكر بوجود الاسرائيل او الموساد. نعم اربيل موجود، هو حتى احتضر صار مؤتمر باربيل، وهذا مشهور المؤتمر قبل 6 أشهر 7 أشهر. هذا المؤتمر موجود، شاركت يمكن انت بهذه الحلقه مال كانت مال مؤتمر التطبيع ايضا ناقشناه في من جهه رابعه، وحضرتك اتصلت علينا. الو ست وياي. نعم طبعا تفضل كمل. ست، وانا اشوف رده الفعل من الحرس الثوري الايراني رده طبيعيه. شلون مثلا رد انتقام كيف هم الاسرائيليين قتلوا 2 من قاده الحرس هناك، فرده طبيعيه. وانا اشوف ليش ما يستنكر الاكراد، ليش ما يستنكرون من يقصفون الجاره التركيه من تقصف اربيل وشمال اربيل والحدود وحدود الشمال، ليش ما تستنكر وتوقف وتسويها قضيه دوليه؟ ليش يعني انا من يمك شديد العقاب ومن يمك غفور رحيم، احنا مو ندافع عن الدوله الاسلاميه، بس نقول ليش يكونون كيرين، ليش يكونون يعني يشوفون هذا الوجه وهذا الوجه الاخر؟ هذا طبعا شيء مرفوض. اربيل دوله عراقيه، بس هم الاخوان الاكراد يردون يسوون فد هويه وحدهم، يردون الانفصاليه ومنصر الحديده حاره تعال احموني. هذا الشيء طبعا مرفوض. لا انت لو وياي اخوي وحزام ظهري ونصير يد وحده، او انت مثلا تريد الفصل ذاك الوقت بعد انت حتى دوله ما لك يعني، حتى ما حد يعترف بك كدوله. هسه لو صحيح من عقب باكر ما حد يعطيك دوله او ما حد يعطيك استقلال. هذا مثير يعني. مع السلامه. شكرا جزيلا لاتصالك خليل من البصره، اشكرك جدا. جاد من، طيب اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من يا محافظه؟ من بغداد ست منى. ميت هلا، اهلا وسهلا. بالنسبه نتمنى ان شاء الله ما صار شيء يعني بالاشخاص، نتمنى لهم الشفاء العاجل. نعم. وانا استنكر هذا الهجوم الصاروخي. نعم. بس اكو مساله. اي. يعني لولا القياده الركيكه ويوميا احنا متصلين بدوله، يوميا مصادقين دوله، ويوم نحكي على ذولا يوم نحكي على ذولا، ماكو سيطره زين، سيكون هدف سهل لاضعف الجهات. تقصد انه علاقاتنا الخارجيه غير مستقره؟ ابدا ابدا. نعم. اكو مساله مهمه ودائما دكتور عندنا، كم مره تركيا ضربتنا؟ اشو ما حد استنكر، هسه استنكار جماعي لانه مصالحهم تضررت.
ليش بالعكس زين؟ العلاقه الاقتصاديه بين اربيل وايران ترى ما حد يسكر على تركيا لانه مصالحهم ويا تركيا. هذا قصدي. نعم زين ابدا ولا يمهم يعني بالسنه فات 20 مره يضربونا. اي فاذا ماكو رجال دوله بدون استثناء ناس اهم شيء مصالحهم ويردون يتوارثون المناصب اذا ما عنده ابن النسيبه واذا ما عنده الاخو وهاي السلسله راح تظل قائمه اذا ما تتغير هاي الحكومه كامله وماكو ترى لا اصلاح ولا تغيير ولا كل شيء مجرد مناكفات سياسية. ان شاء الله. انا جدا شاكرة اتصالك جاد من بغداد، شكرا جزيلا لك. عندنا اتصال اخر. طيب منو؟ احمد من كربلاء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ميت هلا سيد. بخصوص القصف يعني كان الشمال ولا كان الجنوب ولا كان الشرق ولا كان الغرب، فهي اراضي عراقيين. اكيد احنا لو ما الدوله مالتنا ضعيفه ما كان جرأت ايران. الله رحم الله والديك. والله رحم الله والديك. هيك اختصرت لنا اياها، الدوله ضعيفه فتتكفخ من ياهو الجاي. مو فعلا في مالا. الله وياك. أشكرك جزيل الشكر أحمد من كربلاء بهالاتصال. ننهي الحلقة اليوم وألتقيكم باكر إن شاء الله. شكرا جزيلا.